بصراحة حاجة مؤسفة للغاية، يعني شعب عربي بيتعرض للموت والقتل في كل وقت. يعني الشعب العربي بأكمله، والموضوع مش مقتصر على لبنان ولا السعودية ولا الإمارات، الدنيا كلها عمالة تولع. خلص العزاء اللي ليهم، يعني الناس اللي توفت والناس المصابة ربنا يصبرهم، يعني ربنا معاهم بجد. الكارثة كبيرة قوي، واحنا كلنا بصراحة معاهم، وان شاء الله تعدي على خير. يعني ان شاء الله احنا كل الشعب المصري واقف معاهم، فان شاء الله يعني تعدي الأزمة ان شاء الله بإذن الله. يعني بقول للبنان ربنا يتولاهم وربنا معاهم، واحنا كشعب مصري بنحبهم، وان شاء الله يعني ربنا يلطف بيهم احسن من اي حد. اقول لهم اصمدوا، وربنا ان شاء الله هيصبركم باذن الله، وربنا يجعل شهداكم في الجنه.